والسلام على محمد أشرف المخلوقين. لا يسعنا في هذا اللقاء الذي نرحب به بكل الأسماء التي حضرت معنا، مستشارين، مواطنين، ممثلي مؤسسة مصالح خارجية، نرحب بالجميع كل باسمه وبلقبه مع الاحتفاظ بمكانته. نرحب بكم جميعا في نهاية هذا الربيع مرة أخرى وفي هذا الحفل الختامي الذي حضرته معنا فقرات هذا الربيع في نسخته الثامنة طيلة أسبوع، بما فيه من ندوات ثقافية، مسابقات، مسرحيات. احنا كان علينا أننا نقدم لكم هذه الأنشطة، وانتم عليكم ديروا لها التقييم بعد الحضور والمشاركة، تقولوا واش داك الشيء كان زوين ولا لا. موعدنا السنة القادمة إن شاء الله في ربيع آخر، ربيع بنسخته التاسعة إن شاء الله. كنتمناو أن هذا الربيع يكون راقكم، وهذه الأنشطة اللي كانت فيه المتنوعة أنها تكون أيضا استجبت لحاجاتكم، ونتمناو أننا نكون عند حسن ظنكم. ما نقدرش أنا نقول بأن الربيع كان زوين، وخا أنتم تقولوه هذاك حقكم، ولا تقولوا ما كان زوين هذاك حقكم، ولكن مزيان تخلوا لنا الملاحظات وتصلوها لنا في المقاطعة، لأن احنا التزمنا طيلة هذه المرحلة إن شاء الله أننا نقوم بالواجب ديالنا، ليس فقط في هذه المحطة اللي هو عبارة عن ربيع في أسبوع أو ما يزيد، ولكن الدور ديالنا هو أكثر من ذلك. بغيناكم جميع، وحنا هذا كان هو الهدف ديالنا، آباء وأمهات، أطفال، رجال تربية، مستشارين وممثلي الساكنة، أن كنا نقوم بالأدوار ديالنا اللي منوطة بنا في الحفاظ على البيئة ديالنا وفي الحفاظ على المحيط ديالنا، في مساهمة جميع في تنمية منطقتنا. أنا في الحقيقة شو مرة يحز في نفسي كتنسي حاجة كتصلح وناس آخرين أنهم تقوم بواحد العمل أخرى، ما نقولش إفساد، ولكن أقل ما يقال عنها هو أنه إصلاح أو إفساد ما تم إصلاحه. إحنا جميع اليوم مطالبون في هذا البلد وفي هذه المقاطعة بالذات، في هذا البلد، أن نسهم وأن نساهم، نساهم جميع ونكونوا يد واحدة، نكونوا يد واحدة باش بلادنا تتقدم، بلادنا ترتقي. رجال، أمهات، آباء، كل من موقعه، رجال تربية، كل من موقعه، لأن هذا دورنا جميع. الأمم تقدمت للشعوب ديالها وبالرجال ديالها وبالنساء ديالها بهذا باش تقدموا ووصلوا إلى مراتب. احنا اليوم في الطريق تحت قيادة جلالة الملك، احنا اليوم في الطريق، ولكن خاصنا جميع نكونوا يد واحدة. كنتمناو هذه الفقرات المتنوعة ديال الربيع تروقكم، وكنتمناو هذا العرض وهذا الحفل الختامي أنه إن شاء الله يروقكم بما فيه من فقرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن شكرا للأستاذ عبد الكريم الهويسري رئيس مقاطعة سيدي برنوسي، وغنطلبوا منه جوائز على المشاركين في ربيع مقاطعة سيدي برنوسي في مجموعة من المسابقات، وغنبقاو أول مسابقة وهي مسابقة تجويد القرآن صف ابتدائي. أخت خديجة، إذن غادي نعلو على الفائز بالجائزة الأولى التلميذ أيوب فتاح. أيوب فتاح تفضل. إذن أيوب فتاح تفضل معنا خجرة في صف تجويد القرآن الكريم. إذن صف تجويد القرآن الكريم صغار، ويسلمه الشهادة والتذكار أو الهدية السيد عبد الكريم، الأستاذ عبد الكريم الهويشري رئيس مقاطعة سيدي البرنوسي. إذن تبقات حارة على الفائز الأول أيوب فتاح. من واحد دقيقة سيد الرئيس طلب أنه يقرأ النشيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم
الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إذن الآن استقبلوا الفائز بالجائزة الثانية، التلميذة بورس فردوان فصفي الحارة. تفضل سي بورسقي، وتحت ثقتكم غادي ناديو الأستاذة العماري النائبة البرلمانية بمقاطعة سي البرنوسي تفضل مشكورة. ثقة حارة. إذن صورة تذكارية دائما في تجويد القرآن الكريم. الفائز بالجائزة الثالثة التلميذ طه صافي. صافي. وغادي النادي وغادي يسلموا الشهادة والذكر الأستاذ أبو الربيع نائب الرئيس وليتفضل مشكورا. يلا شوف سي خالد حارة نشجعوا الوليدات. إذا الله يخليكم راه الحفل ديالنا مازال مستمر، باقيين غادي يكونوا مع مجموعة ناس غيوان ومع الحضرة الطنجاوية، فابقوا معنا. الجائزة الأولى تفضل معنا خشبة. إذن إعدادية سيدي مؤمن شيماء الكحل السادة أيت مولاي نائبة رئيس تفضل معنا. ثقاتكم يا رشيد ثقات حارة معنا. الجائزة الثانية التلميذة زينب الكحل فصفقوا عليها بحرارة. التلميذة زينب الكحل الفائزة بالجائزة الثانية تفضل معنا الخشبة. تفضل معنا أستاذ. إذن صورة تذكارية. إذن الآن إلياس الباس الفائز بالجائزة الثالثة تفضل معنا مشكور. ثانوي دائما حفظ القرآن. على الفائزة الأولى بالجائزة التلميذة رباب عليوة. رباب عليوة الفائزة بالجائزة الأولى تفضل معنا الخشبة. أنا الأستاذ رضوان النزيري نائب رئيس تفضل معنا. سي رضوان النزيري. سي رضوان النزيري. ما
مرحبا صدق لله. إذن الآن نفي على الفائزة الجائزة الثانية التلميذة سلمى آغا. سقوا عليها بحرارة. الفائز بالجائزة الثالثة التلميذ محمد زاهدي. دائما كنلقاو مع تتويج الفائزين والمشاركين في ربيع مقاطعة سيلفر نوسي في دورته الثامنة. الآن غنمشيو لصنف المسابقات الثقافية بالمؤسسات التعليمية، ودائما غادي نرجعو للأخت خديجة بورحيمي. إذا الابتدائي مدرسة أسامة بن زيد، الخاصة الابتدائي مدرسة أسامة بن زيد. وغادي ناديو على الأستاذ قمري نائب الرئيس اللي يتفضل. مشكورا قمري، تفضل معنا. الجائزة الثانية على مستوى إعدادي نادي وعلى المشرف على مؤسسة عبد الله بنون، إعدادية عبد الله بنون. إذن إعدادية عبد الله بنون، وغادي النادي غادي يسلمهم يا الأستاذ الأسمر كاتب مجلس مقاطعة. سير أسمر. سير أسمر تفضل معنا. داش كنا غنلعب عليك دي الموسيقية بدور الشباب، وغادي نرجعوا مره اخرى للاخت خديجه. اذا دائما في اطار ربيع مقاطعه سيد برنوسي في دورته الثامنه مسابقات الانديه الموسيقيه بدور شباب، ولازلنا نذكركم اننا لنا موعد مع المجموعه الرائده مجموعه ناس الغيوان، وكذلك مجموعه حضره الطنجاويه. إذا الأخ بقصاي النادي وعلى الأخت ماريا بالحاج. قلت لي عندكم إذن ماريا بالحاج تفضل معنا الخشبة. قفيه بمقاطعة سيدي برنوسي فليتفضل. مشكورا سي أبو الكرام. إذن الثاني حمزة عزري. سقوا عليه بحرارة. تفضل معنا أستاذة نادية الصفار. تفضل معنا. ثالثة فاطمة الزهراء الركابي.
فاطمة الزهراء ركابي وتفضل معنا الخشبة. صدر كريم ساكنة سيد بنوسي ثقة ديالكم الحارة الفائزين. هذا النادي على الأستاذ عبد الصمد بوبنا مستشار مقاطعة سيد برنوسي، تفضل معنا. الان غادي نبقاو مع الجائزه الاولى نصيب نادي ليون الافريقي. نصيب نادي اذا الان نادي على المسرح والسينما. وغادي ناديو على المستشار ديالنا الاستاذ عبد الحق بندرا، يتفضل معنا سي عبد الحق بندرا. ميكروفون. اذا نبقاو دائما مع التسويج دائما، وهاد المرة غنمشيو لنفس السلف هو المسرح، ولكن هاد المرة داخل المؤسسات التعليمية. مدرسة المنفلوطي. المنفلوطي الجائزة على الجائزة الأولى. وغادي ناديو على الأستاذ خربوش عن شركة ليدا، كيتفضل معنا أستاذ خربوش. رشيد شيخ شحال على الوليدات، نشجعوا الوليدات، ما بقاش لينا بزاف، وغادي نستمروا في الحفل ديالنا. فتحيه خاصه لساكنه سيد البرنوسي. اذا شكرا مره اخرى. اذا الفائزين بالجائزه الاولى الجمعية المغربية للتربية والثقافة والرياضة، فاسقوا لهم حارة. على الأستاذ والمعطي مدير. هذا متحقق. والناس مشات رابع سيد بنوسي لما كترات. هذا متحقق. والناس مشات رابع سيد بنوسي لما كترات. إذن صورة تذكارية. يلا شي ثقة حارة. يلا كلشي دار التربية الطرقية، صفقوا عليهم بحرارة. يلا شي ثقة عليهم. وغادي ناديو على الأستاذ عبد الله نابوسي رئيس قسم الشؤون الاجتماعية والرياضية، تفضل معنا. إذا صورة تذكارية. إذا نبقاو دائما مع التسويج، وهذ المرة سيف آخر مرة أخرى. مؤسسة الفائزة بالجائزة الأولى نادي على مدرسة التنوير.
وغادي نادي على الاستاذ رشيد صبري رئيس قسم الشؤون العامه والدعم. تفضل معنا استاذ رشيد صبري. إذن صورة سكرية إذن شكرا إذن صورة سكرية النادي على الثانوية الإعدادية عبد الكريم الخطابي قاعدة بحرارة. إذن غادي النادي الثانوي التأهيلي في التفتح الفني الأمل. الأمل إذا كانوا متواجدين رئيس قسم الأشغال تفضل معنا سي مفتوح. إذا ثانوية التفتح الفني الأمل تحت تصفيقاتكم مرة أخرى. إذن أذكركم الفائز في الأداء الفردي تحت من الخشبة. إذن اللي غيسلم الجائزة تفضل سي مصطفى مدير الثانوية ثانوية المختص سي تفضل معنا أستاذ. إذا الله يخليكم قبل ما غادي نستمروا البنت عفاف بنت من أمي أردت أن أعبر عن حبي تجاهك ولكن كيف وأنت التي أحببتني قبل أن تراني عيناك وأنت التي حملتني في بطنك 9 أشهر وفوق كل هذا الجنة تحت أقدامك لكن سأحاول مستعينا بالله وبالقلم الذي أهديتني. أمي حبيبتي قرة عيني أحبك عدد نجوم السماء أحبك عدد قطرات الأمطار أحبك عدد أوراق الأشجار أحبك عدد حبات الرمال. أمي حبيبتي قرة عيني أحبك مثلما بعدت الأرض عن السماء. للفائز عن سلسلة الشعر اسمح لنا شكرا خديجة مرة أخرى رجعوا الفيلم التربوي. أنا تويت هي تفضل عند موستر الثانوية التأهيلية ابن المعتز وغادي ناديو على الأستاذ أبو القاسم عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية. تفضل معنا أستاذ أبو القاسم. الإعدادية طريق فسقو فائز الأول على الدين بزاكور تفضل معنا شكون سقو اليوم الثانوية الإعدادية عبد الله قنوني تفضل معنا سي المدير. إذا النادي على الفائز الثاني في صنف الذكور بسام نعام سيدة أنس الحسناوي سقو عليهم المرتبة الثالثة أنس الحسناوي. أفريقيا
قسم الشؤون الاجتماعيه تفضل معنا سي بوعزه. اذا ننادي على الفائزه الثانيه ودائما في صف الاناث التلميذه زينب الكوشي من صورة الكرية زينب الكوشي سلمى الحسناوي فائزة بالرتبة الثالثة صنف الإناث. سلمى الحسناوي في الرتبة الثالثة صنف الإناث وتفضل على الخشبة. إذا نادي على المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة وغادي نادي على الأستاذ عبد الغني تسلم بالنيابة. سي عبد الغني